السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. أقامت اللجنة الأولمبية احتفالية خاصة بموظفات اللجنة ضمن احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة رياضة المرأة الشيخ حياة بنت عبد العزيز الخليفة، التي قامت برفقة مدير دائرة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية فجر جاسم بتوزيع الهدايا التذكارية على الموظفات التي أعربن عن سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية السعيدة.